انتوا الاثنين اكبر من مينا، مينا الصغنطوط. ايوه. فاحنا الحقيقه عايزين نسالكم اسئله كتيره جدا بخصوص مينا، بس لازم نعمل مقارنه بمقارنه الاجابات، فكل واحد فيكم هيمسك المضربه بتاعته وكل واحد بقى هنشوف تخيله الاجابه ايه عشان نكتشف الحقيقه. ماشي. السؤال الاول، مينا مسعود كان طفل شقي جدا وهو صغير. كان هادي. هادي هادي جدا، عمره ما عمل مشكله. ده بالاجماع يعني ما حسناش بيه وهو بيكبر كده. شوفي وانا بقول لك مش ما سالوش فيا. كان بيقول كده، هي بس طريقه احسن يقولوها يعني. ما حسيناش بيه خالص ولا حسينا بيه. طيب مينا كان بيطلب منكم فلوس عشان انتوا اخواته الكبار؟ ده انت نسمة يا مينا، ده انت نسمة. طيب مينا كانت قطه مكركبة؟ Oh no. لا خالص برضه. ده لغاية دلوقتي he's very very kind. هو طالع لبابا قوي منظم جدا. انا مولود في سبتمبر، وسبتمبر هو يعني مش عارف اقولها بالعربي، الفيرجو العذراء. وهم معروفين اللي هم organized قوي يعني، منظمين، برج العذراء منظمين جدا، فانا اخذت الحته دي منهم for sure. يا بابا برضه. طيب مينا كان متدلع في البيت؟ ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده؟ مش بقولي. طيب لو اتعرض على مينا دلوقتي دور ارهابي في فيلم كبير جدا، تفتكروا هيعمله؟ يا مينا عجبتك ايه؟ ايه ده؟ بصي هو لازم، انا مش عشان الدور لازم افهمه اكتر يعني، لازم تديني كونتكست اكتر من كده عشان انا اعرف يعني هقول اه ولا لا. انا اول دور خدته في كندا تبع اليونيون اللي هي عارفه اللي هم المهندسين والدكاتره وكده اللي هم النقابه. انا اول دور اخده في كندا تبع النقابه كان ارهابي رقم 2، وكان عندي وان لاين اعمله وكان بالعربي، وكنت طبعا انا مش عايز اعمله بس كنت مضطر عشان عايز الفرصه، عايز الفرصه اللي انا ابقى تبع النقابه فاخدتها. بس ده اول دور، فالكلام اللي انت بتقوليه صح جدا. بس انت ما مش حابب ده؟ مش حابب ده طبعا، عشان انا حاسس اني امريكا وكندا يعني النورث امريكا هم عندهم فكره صورة نمطية، صورة وحشة بالمصريين والعرب، واحنا لازم نبتدي نغير الصورة دي. طيب نرجع تاني للأسئلة. مارجو وماريان بقوا بيحترموا مينا أكتر بعد ما بقى ممثل عالمي؟ لا خالص. We're proud of him. That's the respect على طول. We respect him. Yeah. مارجو وماريان كنتوا تتخيلوا إن مينا هيبقى مشهور جدا حول العالم؟ لا 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 طلعوا لي الكروت. اوكي اوكي اتس ان بتوين يعني اصلها حاجه صعبه. ات از لا بس ما كانش انتوا ما كنتوش شايفين في الشخص no. ده انا كنت شايفه نو 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 شايفه لا مينا اكشلي من وهو صغير وبرده حاجه يعني عمري ما هنساها الميموريز فعلا بتاعه التشايلد هود. فاكر لما رحنا مطعم وانا اكبر منه، انا الفرق بيني وبين مينا 9 سنين، سو فرق 8 وشويه 8 ونص. سو وي ونت لمطعم، اي ثينك ان انا كنت في الجامعه، فهو كان اصغر بقى مني يعني شوفي قد ايه. ورحنا مطعم توجذر يعني ان وهو كان لسه صغير، اند ذن وقع لايك الكعب اللي وقع. قام ومثل مشهد في مسلسل كنا بنتفرج عليه زمان واحنا صغيرين بالظبط، نفس الاكسنت نفس الفيشل اكسبريشنز. فلا يعني موهبته ما كانش فيها كلام مرتين يعني، كلنا واثقين في كنا موهبته فور شور. ولما خد الديسيجن ده يعني كنا قلقانين عليه بس فيري سبورتيف. فاي ثينك من لا احنا واثقين في موهبته بس كنا خايفين عليه. اي ثينك سو يعني دي طيب. مارجو وماريان كانوا يفضلوا انه مينا يبقى دكتور مش ممثل.
مش دكتور بس هو يعني مش موضوع انه يعني احنا يعني متربيين في اسره ميدل ايسترن فكل واحد عايز. طب انا هغير السؤال في الوقت ده في السنه اللي انا قلت لكم فيها عايز ابقى ممثل كنتوا تفضلوا ان انا ابقى دكتور؟ لا مش حكيت دكتور. كان محدد يعني زي انتوا حسيتوا ان انتوا زعلانين ان هو غير. كنا قلقانين. I think إن كلنا غير مش هيبقى عنده فيوتشر مضمونة. طيب مارجو مريان بيتريقوا على مينا لما بيتكلم كلمات مصري غلط. انتوا بتتكلموا ما عندكوش مشكله لما هو ممكن يكون مكسر شويه اوف كورس وكمان يعني العربي بتاعه اكشلي هايل بالنسبه انه راجل مع الشهر خالص وهو سنتين ونص يعني ما بيتريقوش عليكم ولا حاجه هو بقى اتريق عليكم هو قال لنا قبل ما تدخلوا ان انتوا كنتوا دحيحه جدا عارف يعني ايه دحيحه ايوه يعني يعني وسو ستوديوز يعني ما نيردز طبعا قاعد يقول ما كانوش بيخرجوا من الاوضه خالص طول انا ما شفتش اخواتي خالص كانوا طول العمر كله بيذاكروا قالوا علينا قاعد يتريق عليكم ويقول ان انتوا كده يعني بس احنا كده يعني حقيقه